وهم يعلمون جيدا قيمة كلاعب هداف لا يخطأ أمام المرمى. سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. كروس، كرة رأسية، تسديدة جاءت بعيدة، انحرفت تقريبا إلى جهة اليمين. قدم الخصم هدية مجانية. محمد صلاح، أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. الله على هذه المهارة، مرور غير عادي. ما الذي حدث؟ رحيم ستيرلينج تلعب الكرة الجميلة، جول، كان في الموعد، دائما هو في الموعد. استسلام تام في أرضية الملعب، يرفعون المنديل الأبيض في مباراة للنسيان بالتأكيد. لنشوف الليلة مباراة تلعب من طرف واحد، أعتقد أن الآن الكل يفكر في متى ستنطلق صافرة النهاية. رحيم ستارلينج، ميسي، يا لها من كرة. شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان؟ هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. هدف سجل وبالتأكيد بهذا الخطأ الفادح. ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، كرة بعيدة جدا. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. خطأ فادع، رحيم ستيرلينج، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل.
هذه ليست منافسة، هذه ليست كرة قدم صراحة، هذه حصة تدريبية يا صاحبي. هذه ليست مباراة، لأنه بصراحة المباراة معناها يكون في تنافس من أي نوع. اليوم كانت سيطرة من طرف واحد، مباراة في اتجاه واحد. رحيم ستارلينج، رحيم ستارلينج، رحيم ستارلينج. انخطفت الكرة، ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي حطها في الشباك، جول. وها هنا صاحب الهاتريك اللي لا يقهر في الملعب بعد مباراة عظيمة اليوم. فرق شاسع في المستوى على أرضية الميدان. ما يحدث هنا خروج بصراحة المألوف. سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام في مجريات اللعب، والنتيجة هي اللي تتحدث. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. في النيران الصديقه.